الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع اليوم أو حديث اليوم أو كلام اليوم راح يكون حول الإمام علي عليه السلام موقعه مكانته في وجدان الناس في وجدان البشريه وهل عُرِف حقه ام لا؟ انا من وجهه نظري كلا والف كلا. لاسباب معينه قد نتطرق لها ان شاء الله من خلال حديثنا اليوم حول آه الامام المعصوم الذي عاش وظلم وسلب حقه بكل ما تحمل هذه الكلمات من معاني وقيم أه لدي في هذا الموضوع إن شاء الله خمس نقاط أساسية جدا ونقاط مختلفة تماما عما ألف الناس أن يسمعوا هذه النقاط يعني عندنا وايد نقاط يعني الناس أه يعني مع احترام الشديد لي الخطباء وإلى جمهور الناس وإلى من وإلى كل من يتطرق إلى موضوع الإمام أنا أدرى هناك موضوعات أخذت حقها وطرحت أكثر من مرة ومرتين وثلاث ولكن إن شاء الله في لقائي أو في من خلال حديثي أو من خلال كلامي راح يكون موضوع جدا 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 مختلف تماما ولذلك إن شاء الله سوف نبدأ بالحديث حول شخصية الإمام بطريقة جدا مختلفة جدا مغايرة بطريقة آه نقول بطريقة جديدة والفضل ما شهدت به الأعداء يعني راح نتطرق إلى إحدى النقاط الخمس كيف أن الغرب استطاع أن يقيم هذا الشخص أو الإمام المعصوم تقييم آه جدا 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 يعني يعتبر تقييم عادل طبعا اختير هو ومجموعة من كبار العلماء علماء الغرب طبعا أكثر من علماء الغرب ويعتبر الإمام علي عليه السلام هو الوحيد الذي اختيره من الشرق أو نقول من البلاد الإسلامية أو من المسلمين وأدرج اسمه مع هؤلاء العلماء وراح نشوف اختبارات الذكاء وكم حصل في هذا الاختبار طبعا هم ما لحقوا الامام هذا هذا الكلام كان في بال1950 طبعا عندما اسست او كونت جامعه مانشستر لجنه لدراسه آثار الامام لدراسه آثار الامام طبعا الاثار التي تركها، طبعا الكتب، نهج البلاغه، الاحاديث، الاشعار، الابيات، النصائح، كل النصائح اللي تركها الامام والتراث الغني الذي تركه الامام نتيجه لتحليل آه هذا هذا التراث وصلوا الى هذه الدرجه. <applause> اذا هذه النقطه خلينا نسميها النقطه الاولى. النقطه الاولى اللي هي نقطه عبقرية الإمام مو العبقريه الدارجه العبقريه اللي تكلم عنها كثيرون من الناس تكلموا عن عبقريه العبقريات بصفه عامه وخاصه عبقريه الإمام لكن هذه العبقريه هي عبقريه حقيقيه صحيحه و بموجب التراث العلمي الذي تركه الإمام وبالتالي نجد ان هذا الكتاب الذي انا بصدد الحديث عنه هو اسمه They Made History صنعوا التاريخ الكتاب موجود واللي يحب يطلع على هذا الكتاب موجود في مكتبات طبعا مانشستر وما يسمحون لا بالتصوير ولا طبعا ما في لان نسخه قديمه فما يسمحون لا بالتصوير ولا حتى بالاستعاره وبالتالي انا يكاد يعني قصبا علي اني انا تمكنت ان اخذ من هذا الكتاب صورة مبسطة واجزاء معينة من هذا الكتاب لان كنت عندما كنت طالب للدكتوراه ادرس هناك فلذلك يعني تعاطفا معي كجانب من جوانب الدراسة يعني لولا هذه الدراسة يمكن هم ما وافقوا المهم هذا الكتاب اللي فيه او يشتمل على مئة اسم صنعوا التاريخ زي ميد هيستوري صنعوا التاريخ وجابوا طبعا بالنتاج العلمي او الانتاج العلمي لهؤلاء العلماء احنا نركز على الامام علي وما هي الدرجه العلميه؟ اولا خلينا انا يعني اخدم الجمهور الكريم والمشاهدين الكرام في هذا المجال احنا عندنا اختبارات الذكاء أرقام معينة وعندنا اختبارات معينة محددة بموجبها طبعا مجموعة تساؤلات معينة تساؤلات تكون عادة نفسية اجتماعية رياضية فلسفية يعني مجموعة أسئلة مختلفة بموجب الإجابات التي نحصل عليها من الشخص نقول والله مثلا هذا الشخص يقع ذكاءه طبعا بين خانتي مثلا 50 إلى 70، 70 إلى 90، 90 إلى 120، 120 إلى 150، 150 إلى 180، 180 وأكثر. طبعا هذا بالنسبة لاختبارات الذكاء. عادة الناس أكثر الناس 90% من الناس يقع ذكائهم أو تقع درجات ذكائهم بين ال70 وال120. درجة ذكاء، طبعا هذه درجات عندنا موجودة و احنا عندنا هال الاختبارات هم موجودة وطبعا اقل من خمسين او من السبعين الى الخمسين يعتبر اقل ذكاء ما يعتبر متخلف لكن يعتبر ذكاء جدا جدا محدود اما من الخمسين فما تحت تعتبر او تبدأ درجات قلة الذكاء او نقول التخلف العقلي في تخلف عقلي بسيط في تخلف عقلي شديد لسنا بصدد هذا الموضوع خلينا نرجع إلى موضوعنا فلما عملوا الاختبارات اللازمة على هؤلاء العلماء فوجدوا الانتاج العلمي للإمام يستحق يعني صاحب هذا الانتاج إن كان هو الإمام أو غيره المهم صاحب هذا الانتاج يستحق الدرجة لم يحصل عليها أحد اطلاقا من خلال تاريخ البشريه درجه ما حصل عليها احد يعني مثلا احنا قلنا الى 120 هاي درجه عادي ذكاء عادي من 120 الى 150 يعتبر ذكي جدا من 150 الى 180 يعتبر عبقري بعد ال 180 شنو في لا يوجد شيء لكن لما الامام يجيب درجه تفوق كل التوقعات وتفوق كل الدرجات اذا هذه الدرجه هي المقياس الاساسي الاوروبي الغربي لتقييم الامام، طبعا تقييم اعماله وتقييم آه آه تركته العلميه وانتاجه العلمي وفلسفته في الحياه والنظريات العلميه التي تركها الامام. هذه بالنسبه لي الدراسات آه الاوروبيه وأنشأت لجنه لجنه من سبع اشخاص لدراسه موروثات الامام ودراسه ودراسه تحليليه وليس دراسه سطحيه دراسه تحليليه لمعرفه اثار الامام والانتاج العلمي للامام والدرجه حتى صاحب الكتاب مستغرب من هذه الدرجه العلميه التي حصل عليها الامام وقال كلمه انا دائما اذكرها ودائما لما اقراها اتحسر على الامام كيف الناس ما استفادوا منه لقد لقد خلق وعاش في زمن غير زمانه. هذه كلمه, كلمة احد المؤلفين يعني هم المؤلفين اكثر من شخص لكن كلمه يمكن كلمه احد المؤلفين لقد ولد وعاش في زمن غير الزمن الذي كان يستحق ان يعيش فيه هذا الامام ولقد يعني اسيء لم يستفيدوا من هذا الامام من تراثه من علمه من من التركات العلميه ومن موروثاته العلميه هذه النقطه هي النقطه الاولى النقطه الثانيه في هذا المجال نقطه عجيبه وغريبه بصراحه عجيبه وغريبه انا شخصيا كلما اقرا هذه النقطه واتمعن بهذه النقطة إلى آخره أجد أن الآن لو نسأل أو نرى كل العلماء وكل الفلاسفة وكل خنقول الخبراء وكل المكتشفين والمخترعين ترى كلهم كل واحد يكتشف ويخترع و أو يكون عالم في مجال معين مجال واحد بس مجال واحد مجال كيمياء كيمياء فيزياء فيزياء رياضيات رياضيات طب طب مثلا وفلسفة فلسفة أه علم الفلك علم الفلك لكن تعالوا للإمام كان إماما فيلسوفا طبيبا رياضيا أه تاريخيا جغرافيا سلوني قبل أن تفقدوني كان انسايكلوبيديا كان معجم كان محيط كان بحر كان كل شيء كل شيء شيء، لم يكتفي بجانب واحد وهنا بيت القصيد وهنا السؤال يطرح نفسه كيف الامام حصل على هذه المعلومات او, أو مستق... ما عندنا بالتاريخ ما في ما في يعني شمس ما في بالتاريخ شخص بمؤهلات الامام يعني اعيد واكرر كل العلماء في مجال واحد بس مجال واحد ما ما في عندنا عالم في مجالين أو عالم في أكثر من مجال كل العلماء في مجال واحد إلا الإمام علي عليه السلام فكان في في جميع المجالات يعني مثلا إذا أبي أضرب أمثلة مثلا في مجال الطب عنده نظريات عملاقة عملاقة جدا 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 في مجال الفلسفة في مجال التربية في مجال التربية أنا أعطيكم حديثين في سياق الكلام حديثين من 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 التراث الذي تركه آه الامام مثلا حديث يقول وانما قلب الحدث كالارض الخاليه ما القي فيها قبلته فبادر له بالادب والاخلاق والدين قبل ان يقسو قلبه ويتشتت لبه ولا يعرف نفعه من ضررة هذا هذا حديث تربوي طبعا بالنسبة للتربية وهناك حديث آخر يقول الإمام عليه السلام لا تسترضع الحمقاء الحمقاء اشار إلى المرأة إلى الأم الحمقاء لا تسترضع الحمقاء فإن اللبن يعدي مو عندنا أمراض معدية اللبن يعدي كيف يعدي الآن الآن الطب الحديث قام يوضح لنا ان الحليب شنو فيه مكوناته لاكتوز ما وفي في قضايا معينه في هذا اللبن او لبن الام لا تسترضعوا الحمقاء لا تخلون اي وحده ترضع عيالكم انا ما ابي اعلق على هذه النقطه بالذات ان شاء الله اذا صار لنا مجال اخر نتكلم في آه هالموضوع لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يعدي وان الغلام ينزع فطريا ينزع الى من ارضعه في الرعونه او الحمق ينزع يعني يميل الغلام يميل الى من ارضعه في الرعونه او الحمق لان الاشياء تتراكم في العقل الباطن ثم في وقت معين كل هالاشياء هذه تخرج الى حيز الوجود ولسنا ايضا بسدد هذا الموضوع المهم هذه هي آه النقطة الثانية بالرغم من انه في مجال الطب هم عنده طبعا نظريات جدا جدا آه عجيبة في مثلا تكلم عن آه الفسيولوجي اللي هو علم وظائف الاعضاء تكلم عن مثلا الطعام تكلم عن اهمية الطعام تكلم عن كيفية اكل الطعام او تناول الطعام اياك وادخال ثلاثة من الموبقات ادخال الطعام على الطعام و يعني الاستحمام بعد الطعام وامور اخرى يعني قلما نجد ان شخص او انسان متمكن ان يتدخل في حتى في الامور الطبيه البحته قسم حتى الامزجه يعني عندنا طبعا تقسيم طبي للامزجه تقسيم اغريقي مال ابوقراط هيبوكريت بالانجليزي يسمونه هيبوكريت حتى ينسب له قسم الطبيب ف عفوا ابو قراط قسم الأمزجة إلى مزاج سوداوي مزاج صفراوي مزاج ليفي والمزاج دموي هذه الأمزجة الإمام عليه السلام قسم الأمزجة بس بطريقة أخرى بطريقة طبية ولذلك <applause> الامام مدرسه فكريه رائده فلسفيه شامله لجميع امور الحياه ولكل زمان ومكان النقطة الثالثة في 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 الموضوع أه نقطة يعني أنا 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 احترت منها يعني نقطة شو غير قابلة للوصف زهد الإمام يعني أحياناً الإنسان يكون زاهد لأنه ما عنده شيء هذا ما يخالف مو مشكلة لكن شخص يكون ملك او يكون خليفه يكون امام يكون مسؤول خزينه الدوله تحتمره كل شيء اموال الدوله الاسلاميه تحتمره كل شيء كل شيء كل شيء اقتصاد البلد تحتمره لكن اكله لا يتعدى خبز الشعير هذه هذه الحقيقه هذه مسببت لي انا صدمه الى الان لم استطيع بالفعل لم استطيع ان أه يعني أستوعب هذا الموضوع موضوع مسهل مو موضوع مسهل إنه يكون يعني الآن لذة الحياة ولذة العيش هو طبعًا الطعام والشراب لكن كيف هذا الجانب الفطري سلب من الإمام يعني جانب فطري هو هذا هذا جانب فطري الطعام والشراب و آه تناول الاكل ما يعني هالامور هذه امور فطريه لكن كيف الامور هذه خرجت من اهتمام الامام؟ شلون؟ يعني مو مو اخر اهتمامه، ما في اهتمام اساسا ما في اهتمام لا بالطعام ولا بالشراب، شنو ياكل الظهر، شنو ياكل بالليل، ناس الان وبالتاريخ بصفه عامه قاعدين يخططون انه ريوقهم حق بعد شهر شنو غداهم حق ستة أشهر شنو عشاهم شنو زين ويعددون هالأصناف وأصيبوا بداء الملوك من كثرة تناول اللحوم والإمام يوم الضربة يوم ليلة تسعة رمضان على أكثر الأحاديث أنه كان معزوم بيت ابنته أم كلثوم فقدمت له طعام أكثر من صنف يبدو أن خبز شعير مثلا خبز من نوع آخر حليب ملح تمر رفض الإمام أن يأكل ابنتي متى رأيت أباكي أن يأكل إيدامين سيدي أي إيدامين شنو إيدامين وين إيدامين خبز نوعين الآن الموائد ستين نوع خبز و60 نوع رز و60 نوع لحم و60 نوع سمك و60 طيب هالشخصية هذه أنا أنا محيرتني طيب يعني ما ما استلذ بالأكل ما استلذ يعني شيء شيء مو طبيعي أساسا شيء مو طبيعي جعل الطعام والشراب مو آخر مو في ضمن اهتماماته إطلاقا عكس الناس تماما الناس يخططون والناس يشترون والناس يدفعون الأثمان ولي لي لي لتعدد الأصناف في, في الطعام والشراب وإلى آخره ويكفي له هذا الزهد هذا بالنسبة للطعام والشراب بالنسبة اللباس هو يقول يقول حتى استحييت من راقعها من كثر ما رقع ثوبة أو دشداشته أو كذا استحى من الخياط الذي كان يذهب اليه ويرقع ملابسه ويرقع دشداشته هذا شخصيه مو طبيعيه، شخصيه مو مستحيل مستوى البشر ما عندنا ما عندنا كفكر كمخ كعقل كذكاء ما في عندنا انسان بهالمواصفات والله ما في ما في اعطوني شخص كذي اعطوني شخص بهالمواصفات يكره الاكل ها يسمي الخبز ادام يسمي التمر ادام احنا عندنا مصطلح ادام يعني مصطلح لحم دجاج سمك و الى اخره لكن خبز ادام اتريدين ان يطول وقوفي بين يدي الله لا اله الا الله الله, الله اكبر الله اكبر لا, لا 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 لا, لا. لكن مع الاسف مع الاسف وانا اقول واكرر اكو كنيسه في بيت لحم في فلسطين اسمها كنيسه الحافر يقال ان حافر اجلكم الله لحمار سيدنا عيسى وقع في هذا المكان بنيت كنيسه على الحافر وسميت بكنيسه الحافر وانا تاكدت من الموضوع بنفسي اتصلت اعرف ناس في ذا في تلك المنطقه في ذلك المكان اتصلت فيهم وهم مسيحيين فسالتهم قلت لهم هل فعلا انتم عندكم كنيسه اسمها كنيسه الحافر؟ قالوا نعم عندنا كنيسه اسمها كنيسه الحافر وتعتبر من افضل الكنائس واكبرها شنو قصتها نفس القصه قالوا لي ان فعلا فعلا حافر لحمار سيدنا عيسى وقع في هذا المكان اقيمت عليه كنيسه حافر حمار سيدنا عيسى تقام عليه كنيسه والامام يضرب في اثناء الصلاه شنو التناقض شنو هال شنو هالبشر؟ شنو هال شنو هالانماط؟ شنو هالنماذج؟ شنو هالنماذج البشريه الموجوده؟ يعني حافر تقام عليه كنيسه وامام بهالمواصفات اللي عجزت اكف اربعون واربع عن الاتيان بمثله مو بمثله بصبعه ببي ببي بخليه من خلاياه هيهات ان ياتي الزمان بمثله ان الزمان بمثله لعقيم وفعلا لعقيم هذه بالنسبه لي النقطه آه الثالثه آه نشوف النقطه الرابعه النقطه الرابعه طبعا <applause> هي نقطه جدا جدا حساسه ومهمه جدا شنو النقطة الرابعة؟ النقطة الرابعة غريبة شوي. يعني الإمام احنا عندنا طبعا الكلام يا إما يكون شعر يا إما يكون نثر. ما في يا نثر يا شعر. يا إما كلام بالإشارة. أما الإمام عليه السلام يقول أو كان يحاول أن يجعل جميع الدروس والعبر والكلام والنصائح عباره عن شنو؟ عباره عن احاديث او ابيات شعر او اشياء، وهذه الان الان المدارس الفرنسيه عشان تعلم الاطفال تعلمهم بالطريقه. كتاب عباره عن مجموعه صور، مجموعه كاريكاترات، مجموعه عبارات، يعني غير الكلام المجرد كلام حتى يسهل على الطالب الحفظ وقراءه الكتاب ويتشجع في القراءه لان الان الكلام اذا صار كلام مجرد كلام حشو كلام فالواحد ما يحب يعني ذوقيا لا يحب فما بال الطفل فالان المدرسه الفرنسيه بدات بتغيير ملامح الكتب للمرحله الابتدائيه بدأت بتغييرها والان خلوا صور وخلوا نفس الشيء بنفس الطريقه نصائح وارشادات واشياء عمليه والى اخره فالامام طبعا من قبل 1400 سنه كان يعمل هكذا اذا بينصح مثلا نصائحه عباره عن احاديث طبعا ما انا ما اتكلم عن نهج البلاغه لا 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 نهج البلاغه هذا بروحه بعد شيء عالم اخر عالم شيء ثاني اساسا طيب فكان يلجا الى استعمال يا الشعر يا اما الاحاديث يا أم النثر بطريقه مؤثره جدا على الشخص يعني مثلا اضرب لكم مثلا في مجال عزه النفس مجال عزه النفس ماذا يقول الامام يقول لنقل الصخر من قلل الجبال احب الي من منن الرجال يقول الناس لي في الكسب عار فقلت العار في ذل السؤال بلوت الناس قرنا بعد قرن فلم أر مثل محتال بمالي وذقت مراره الاشياء طرا فما طعم امر من السؤال السؤال يعني 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 ولم ار في الخطوب اشد هولا وأصعب من مقالات الرجال هذا في مجال عزة النفس يعني عزة النفس وايد مهمة بالنسبة لي الإمام فيقول نقل الصخر في القلل الجبال أحب إلي من من الرجال وفي مجال التوكل على الله هذا على أساس إثبات أن الإمام كان يستعمل الشعر في الحياة اليومية وفي نصائحه للناس وفي ارشاداته وفي تعامله مع الاخرين يقول لا تخضعن لمخلوق على طمع فان ذلك وهن منك في الدين واطلب الهك مما في خزائنه فان ذلك بين الكاف والنون كن فيكون اما ترى كل من ترجو وتطلبه من البريه مسكين ابن مسكيني ما أحسن الجود في الدنيا وفي الدين وأقبح البخل في من صيغ من طيني ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا لا بارك الله في دنيا بلا ديني لو كان باللب يزداد اللبيب غنا لكان كل لبيب مثل قاروني لكنما الأرزاق بالميزان من حكم يعطي اللبيب ويعطي كل ما فوني هذا اهم من الابيات الجده الرائعه للامام في مجال التوكل على الله وعدم الخضوع للناس وفي مجال النفس خلينا نشوف هذا المجال الرائع الرائع هو طبيب نفسي هو دكتور نفسي هو استشاري نفسي في كل شيء في كل الامور اسمعوا هذه الابيات اللي اللي صراحة تفتح النفس وتشرح النفس يقول الإمام صن النفس صونها صيانة صيانة النفس الصيانة مو للسيارة مو للسنترال مو للبيت صن النفس واحملها على ما يزينها تعش سالما والقول فيك جميل ولا ترين الناس إلا تجملا نبى بك دهر أو جفاك خليل وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد عسى نكبات الدهر عنك تزول يعز غني النفس إن قل ماله ويغني غني المال وهو ذليل ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل جوادا إذا استغنيت متى جواد؟ إذا استغنيت عن أخذ ماله إذا أنت ما تاخذ منه، ما تطلب منه، ما تتسلف منه، جواد كريم. جواداً إذا استغنيت عن أخذ ماله وعند احتمال الفقر عنك بخيل، وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. <applause> هذه طبعاً بالنسبة لي النقطة الرابعة. خلصنا النقطة الرابعة بقيت لنا نقطة واحدة وهي النقطة الخامسة النقطة الخامسة يمكن المستمع الكريم أو المشاهد الكريم لم يسمع من قبل أكو علم اسم علم التوقع expectation علم التوقع هذا العلم موجود في أوروبا من زمان صحيح في دولنا إلى الآن ما وصلنا إلى هذا العلم وإلى <applause> إلى النظريات العلمية التي تعطينا نوع من التوقع بعد خمسين سنة ممكن شنو ممكن يصير في أوروبا نعم في الخمسينيات من من الألفية اللي فاتت يعني ألف وتسعمية وخمسين يعني خلينا نقول الخمسينيات توقعوا أشياء وصارت طبعا كل الأشياء اللي توقعوها هي كانت أشياء مادية واشياء خلينا نقول اشياء تكنولوجيه مثل اختراع طائرات، اختراع مثلا التقدم التكنولوجي مثلا اختراع كمبيوتر، اختراع مثلا سفن حربيه، اختراع كذا كذا كذا. طيب الامام قبل 1400 سنه كيف توقع؟ ماذا توقع؟ شنو توقع؟ وكل اللي توقعه صار الان سياتي على امة زمان. مو زمان بعد عشرين سنة ولا بعد ثلاثين سنة ولا بعد خمس سنين سيأتي على أمتي زمان يعني بعد ألف وأربعمائة سنة طيب شنو هالعقلية الفذة شنو شنو هالقدرات شنو هالذكاء شنو هالخلايا اللي, اللي, في مخ الإمام فشخصية شخصية مو بس فذة بالتاريخ لا 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 ما لها مثيل ما لها مثيل شخصية مالها مثيل فماذا توقع نشوف ماذا توقع توقع طبعا اشياء الان قاعدين نلمسها، طبعا اشياء مو ماديه، ما قال في صناعه طائرات، ما قال صناعه سفن، غواصات نوويه، لا, لا 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 كل الاشياء اللي توقعها هي اشياء نفسيه، تربويه، اجتماعيه، ربما تكون اقتصاديه وخنقول تتعلق بالصحه والمرض اي اشياء طبيه، مثلا يعني انا حصرت هالاشياء هذه مثلا سوف تنتهك الحرمات، سيأتي على أمتي زمان سوف تنتهك الحرمات، أي حرمات؟ في حرمة لم تنتهك؟ اكو حرمات ما انتهكت الآن؟ كل الحرمات انتهكت، فالإمام قال: توقع قبل 1400 سنة أن الحرمات سوف تنتهك، بعد يكثر الضجيج ويقل الحجيج الله اكبر كلام عجيب 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 ما اكثر الضجيج واقل الحجيج الله اكبر الله اكبر الله اكبر لكن ما تدري في قلوبهم شنو في قلوبهم من غل من حسد من حقد من 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 من, من اراق للدماء وهم رايحين بيت الله او رايحين الحج فيكثر الضجيج ويقل الحجيج يتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال شوف 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 العقليه شوف شلون قبل 1400 سنه عرف ان هناك رجال يتشبهون بالنساء ونساء يتشبهون بالرجال يا سبحان الله طيب استخفاف بالصلاه سوف يستخفوا بالصلاة في ناس أصلا ما يصلون يعني سوري سوري في ناس ما يصلون أما صلاة الصبح فمفقودة رايحة ما, ما في ملغية من التاريخ ملغية من, من حياة الناس اللي يصلي يصليها قضاء أما من يصلي صلاة الصبح لا قلة نادرة جدا 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 فكيف عرف قبل 1400 سنة أنه سيأتي على أمة زمان يستخف بالصلاة بعد يكثر الموت المفاجئ شوف يكثر دخلنا في الامور الطبيه الغيبيه طيب ايش درى يكثر الموت المفاجئ قبل 1400 سنه توقع ان يكثر الموت المفاجئ فلان مات بسكته قلبيه يبا ولا شاب صغير بالعشرينات سرطان جميع الامراض اللي ما كنا نسمع عنها الان انتشرت وبشكل عجيب وغريب فيكثر الموت المفاجئ والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يُعمل بهما اي امر بالمعروف صار امر بالمنكر ونهي عن المعروف اي نعم هذا هذا طبعا تكثر الامراض المؤدي الى الموت والهلاك طب كيف توقع؟ شلون توقع؟ هل درس الحياه؟ درس الامور؟ هذه العلوم أتى بها من وين أنا أدري من رسول الله ورسول الله من جبرائيل وجبرائيل من الله لكن لهذه الدرجة من العلوم ما شاء الله أنعم وأكرم بهذا الإمام طبعا أنا خلصت النقاط الخمس بس عشان أنهي الموضوع عندي حديث جدا جدا رائع للمشاهد الكريم يقول الحديث الجميل عن عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كنت جالسا عند رسول الله، هذا من يقول؟ يقول سلمان الفارسي، سلمان المحمدي يقول كنت جالسا عند رسول الله فاقبل علي عليه السلام فقال له الرسول: الا اخبرني 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 جبرائيل عن الله عز وجل انه قد أعطى قد أعطاك وأعطى محبيك سبع خصال هذا بس عشان المشاهد الكريم يرتاح نفسيا ويعرف مكانه ويعرف منو اختار بس يعرف منو 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 هالإمام منو منو هذا اللي لم يعرف قدره لم يعرف قدره إطلاقا طيب عن الله عز وجل انه قد اعطاك واعطى محبيك سبع خصال، خلينا نشوف شنو سبع الخصال قبل لا ننهي الموضوع. شنو السبع الخصال؟ آه الرفق عند الموت والانس عند الوحشه والنور عند الظلمه والامن عند الفزع والقسط عند الميزان والجواز على الصراط ودخول الجنة قبل دخول الناس دخول الجنة قبل الناس أنا أكتفي بهذا القدر وأتمنى لكم ولمشاهدينا التوفيق والنجاح إن شاء الله ونتمنى أن نسير على خطى علي من المهدي إلى اللحد إن شاء الله وشكرا لكم على أمل أن نلقا نلقاكم إن شاء الله في برامج أخرى وان شاء الله نلقاكم في اوقات اخرى لنضيف على ما اضفناه الى هذا التراث العلوي المجيد المبارك اشياء وقيم اخرى وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته